هتافات التحية تعالت، وكل قدم شكره وتقديره لبيكاسو على طريقته الخاصة. الحزن المختلط بالحب والعرفان للكابتن رأفت علي خيم على المشجعين الذين ناهزوا 20,000 في مباراة استعراضية بين فريقي الوحدات والرمثة. سبقها مباراة بين فريق الوحدات وفريق يضم قدام اللاعبين في الأندية الأردنية. هتافات التحية لم تزل حزنا بدا على وجوه المشجعين الذين احتشدوا من كل أرجاء المملكة لتحية اللاعب الذي قرر اعتزاله في 15 من تشرين الثاني لينهي مسيرة كروية رائدة استمرت لسنوات طويلة. أنا بقول شكرا لتواجدكم معنا، شكرا للجماهير الكبيرة، شكرا لكل من ساهم في نجاح هذا المهرجان الكبير بيمثل عن تطور كرة القدم الأردنية، تطور علاقة جماهير نادي الوحدات بلاعبين. أنا بتمنى من كل واحد يقوم يفكر بشغله بواجبه بفقد لغير. صاحب القميص الذي يحمل الرقم 13 يلعب في نادي الوحدات ويشغل مركز خط الوسط وصناعة الألعاب، وهو لاعب دولي سبق له وأن مثل المنتخب الأردني في أكثر من مناسبة. رفض تسليم قميصه للاعب بديل كما تجري العادة عند الاعتزال، وإنما أهدى رقمه للجماهير التي وفت له في يوم وداعه. رأفت علي أسطورة من أساطير الكرة الأردنية، ولله الحمد ولله الحمد الجمهور الوفي إجا لرأفت علي، وهذا الشيء اللي إحنا كنا متوقعينه من جمهورنا الوفي. مهرجان أسطوري، مهرجان يستحقه الكابتن، مع أنه بيستحق أكثر من هيك، ولكن الحمد لله على كل شيء. نقول للكابتن رأفت الله يعطيك العافية، بنشكر جمهورنا العظيم اللي أزر رأفت علي. أكيد رأفت علي غني عن التعريف، لاعب قدم كثير للكرة الأردنية ولنادي الوحدات، بتمنى له التوفيق بحياته الآن، إن شاء الله بتمنى أنه يتوجه للتدريب، لأنه أكيد راح يبدع في التدريب، وزي ما بتعرف هي حياة اللاعبين وحياة كرة القدم، بتمنى التوفيق إن شاء الله لرأفت علي ولكل النجوم اللي بدهم يعتزلوا بإذن الله. إنجازات متعددة حققها على الصعيد المحلي والعربي والآسيوي، أبرزها الفوز بالدوري الأردني وكأس الأردن وكأس الكؤوس ودرع الاتحاد الأردني لكرة القدم في أكثر من مناسبة. رأفت علي اللاعب الأول بلا منازع في نظر الجماهير الوحداتية التي حضرت اليوم وهزت المدرجات بهتافات تحيي اللاعب الخلوق الذي كان قد اعتزل اللعب دوليا في العام 2010. الكابتن رأفت شو ما حكينا شو ما عبرنا اكيد مقصرين، يعني الكابتن رأفت ابو لعبه الوحدات، رأفت علي يعني رمز في نادي الوحدات، قلعه كبيره في نادي الوحدات. يعني بصراحه اليوم شو ما كرمنا الكابتن رأفت شو ما ادينا الكابتن رأفت اكيد مقصرين معه، بنتمنى انه الجمهور الوفي هذا يساندنا كمان وكمان، لانه بصراحه الكابتن رأفت بيستاهل كل خير. لاعب محبوب جماهير، طبعا خسارة كبيرة لنادي الوحدات خاصة باعتزال بحجم رأفت علي. احنا شايفين جماهير، شايفين العالم قديش بتحب رأفت. انا بنظري يعني لاعب زي رأفت علي لن يتكرر في الملاعب الأردنية، الله يعطيه ألف عافية، وان شاء الله انه يكون راضي في مباراة الاعتزال ان شاء الله. استاد الملك عبد الله الثاني في القويسمي هو المحضن الكبير الذي ضم البيكاسو كما يسميه محبوه، وكانت النهاية فيه بعد عطاء يفرح الجماهير بكل إنجاز وبعد كل مباراة. لاعب استحق بأدائه الفني وأخلاقه العالية احترام الخصوم قبل المشجعين. النهاية كانت كبيرة، والحشود الهائلة هي دليل محبة اللاعب لدى جماهيره، والوحدات بحسب المشجعين مستمر حتى بعدما خسر اللاعب الأول فيه. مهرجان اعتزال اللاعب الأكثر شعبية في الأردن، هذه الآلاف حضرت اليوم وفاء للاعب رأفت علي، كلهم يهتفون باسمه. مصعب الأشقر، قناة اليرموك.